متابعين لايف وبإيت سمارت لليوم معنا ناتالي ياغي رح تجاوب عن أسئلة المشاهدين، الأسئلة يلي وصلوا لها على بيجز انستغرام وفيسبوك، وكمان رح تتلقى اتصالاتكم لكل يلي عنده سؤال عن أي موضوع خاصه بالتغذية والصحة والمأكولات. ناتالي جاهزة تجاوب. بونجور ناتالي. صباح الخير لورا، كيفك؟ اليوم مثل ما الأسبوع الماضي عم بخصص كل فترة حلقة رد على أسئلة المشاهدين واكيد الاشخاص اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا ان كان انستغرام او فيسبوك. هلا في كم سؤال اخترتهم لليوم، كم اشخاص يعني كم شخص كرمال تا نحكي. في شخص في سيدة كان عندها لاكتوز انتوليرنس، يعني ما فيها تتحمل، ما بتقدر تهضم السكر الموجود بالحليب، وعم تسأل هي انه عملت تيست، بعتقد تيست للانتوليرانس، هلا رح نحكي عن هالموضوع هيدا بالتفاصيل، وعم تسأل انه هي عم تشرب حليب خالي من اللاكتوز، عم تسأل شو هن انواع الاجبان اللي فيها تاخذهم لانه عندها لاكتوز انتوليرانس. هلا هيدا هالسيده هي اكيد تا راحت عملت فحوصات اكيد عم تتضايق من استهلاك الحليب ومشتقاته، وهيدي هيدا من العوارض اللي كثير من الاشخاص بيعانوا منها بلبنان وبالمنطقه عندنا. هلا نقطه كثير اساسيه هي التستات اللي بينعملوا كرمال تنعرف اذا الشخص ايه او لا عنده انتوليرانس ولاكتوز، وهيدي نقطه بعتقد لازم نوضحها للمشاهدين انه في انواع تيست بينعملوا بالعياده، وما راح نفوت بتفاصيلها، منها كثير دقيقه ومش هي اللي بتخلي نعرف انه الشخص عنده انتوليرانس ولاكتوز ولا لا. من اسهل طرق نقدر نعرف اذا الشخص ما بيهضم سكر الحليب هو انه بس يشرب حليب او يمكن اجبان بيضة بالاخص، عنده اسهال، مغص، وجع بطن اكيد، وممكن انه العوارض كتير تكون مزعجة. هيدي أسهل طريقة نعرف إنه في عنا انتوليرانس ولاكتوز. التستات اللي بينعملوا بالعيادة منن يعني ليل التست اللي سبيسيفيك لللاكتوز، ومش بحاجة نعمل هالتستات، خاصة إنه هالأنواع من التست اللي هن فود انتوليرانس تست منن كتير دقيقين ومنن كتير علميين، خاصة إذا عم نحكي نحن اللي بينعملوا بالعيادة. هلا في أكيد أطباء حساسية بيعملوا تستات بريك تست وهيك، هولي مش هول عم بحكي عنهم، أنا عم بحكي عن التست اللي هن فود انتوليرانسز اللي بينعملوا بالعيادة اللي منن كتير دقيقين واللي معظمهم ببين نفس النتيجة. مشان هيك بدنا ننتبه شو هن الفحوصات اللي بنعملهم، ودايما نستعين بشخص متخصص بالموضوع. برجع بذكر هيدول مش التستات اللي بيعملهم طبيب الحساسية، هيدا غير، عم بحكي عن غير أنواع من الفحوصات. طبعا عم تسأل المدام أي أنواع جبنة فيها صح تاكل. دونك أنا حبيت أحكي عن هالمدام هي لأنه كتير في أشخاص بيعملوا هالتستات وبيقطعوا فئات غذائية مش ضروري أنه يقطعوها. هلا شو هن الأجبان اللي فيها هي تتناولون؟ عادة الأجبان اللي بتكون بيضة، يعني أكيد الدوبل كريم الجبنة البلدية هي أجبان فيها نسبة لاكتوز كتير عالية، والشخص اللي بيعاني من انتوليرانس ولاكتوز في ليفلز، يعني في شخص يمكن يقدر يأكل يقدر يشرب ربع كباية حليب، شخص تاني أبدا ما يقدر يشرب كباية حليب حتى اللو لاكتوز. دونك هون بدنا نعرف هي قديه ليفل اوف لاكتوز انتوليرنس تنقدر نقول لها انه هيدي فيك تاخديها وهيدي لا. بس بالاجمال شخص عنده انتوليرنس ولاكتوز اكيد اول شغله بده يتجنبها هي الحليب. في ناس بيتحملوا اللو لاكتوز، ناس ما بيتحملوا اللو لاكتوز. الجبنه البيضاء مثل ما قلنا البلديه الأجبان الدوبل كريم بدنا نتجنبها، فيها تاخذ أجبان مثل تستبدل، يعني تقدر تاخذ كميات أجبان وقلبين كافية خلال النهار، فيها تستبدلها بجروير، بإيمانتال، أجبان بلوتو يعني مش كثير بيضاء منا بيضاء صح. دونك هولي أجبان عادة بخف فيهم اللاكتوز. نقطة كمان نحن اللبنة واللبن فيهم نسب لاكتوز ولكن كثير بسيطة، في ناس بتحملها ناس لا. دونك بدنا نشوف هي قد إيه معدل اللاكتوز تولرنس عندها. خلينا ناخذ وقفه وبنرجع.
منتابع إيت سمارت وناتاليا ياغي عم بتجاوب على الأسئلة يلي وصلوا لها خلال الأسبوع من المشاهدين. السؤال الثاني من أميرة عم تسأل عن المكملات الغذائية قديش، وهذا وصل مبارح لأنه مبارح كنا عم نحكي من يومين بلوتو عم نحكي كنا عن الفيتامين سي وإلى آخره مع ستيفاني. عم تسأل إذا هي دايما بتاخذ فيتامين سي قديش كتير فيتامين سي، يعني هل ترى الفيتامين سي أو حتى غير مكملات غذائية ممكن أنه تكون مضرة للصحة؟ مثل كل شيء لورا بدنا نقول للمشاهدين حتى العناصر الغذائية اللي نحن دايما بنشجع أنه الناس تتناولها، خاصة مثلا الفيتامين سي. امبارح سألتي لي عن البروتيين أنه أوكي عم ناكل بروتيين بالبقوليات، هل ترى كتير بروتيين مش منيح؟ كل شيء بكثرة ممكن أنه يضر. من أهم العوامل اللي لازم ننتبه لها هي كمان المكملات الغذائية. الفيتامين سي مثلا بالأكل، حتى إذا أخذنا كتير بردقان وأخذنا كتير حمضيات ما بنوصل للكميات اللي موجودة بالمكملات الغذائية. وكثرة فيتامين سي بعرف سمعت في بعض الأشخاص عم بينصحوا أشخاص تانية إنه إذا لقتوا الكوفيد ياخدوا كمية كتير عالية من الفيتامين سي بظهر الكوفيد. ما إذا سمعتي عنها خبري، هيدي أكيد من الإشاعات والاعتقادات الكتير غلط هاللي لازم نتجنبها. لأنه أوكي الناس بتقول أوكي بس إسهال، لا، في عوامل تانية ممكن أن تأثر على الخلايا. وهالفيتامين سي بدل ما يكون مضاد للأكسدة، يعني نحن بنعرف كل مشاكل الصحية لها علاقة بالأكسيداسيون على يعني بالخلايا. دونك نحن اذا كثرنا من شغله ممكن انه تضر وتضر لنا صحتنا حتى ولو كان يمكن لفتره قصيره. دونك ننتبه كثير الفيتامين سي قد ايه كثير منه. اذا فينا ناخده بالاكل بيكون افضل لانه بنكون عم ناخذ الكميه اللي نحن بحاجه لها. واذا نحن عم ناخذ مكملات غذائيه منا اكيدين انه يمكن عم ناخذ كميه كافيه، يمكن مش بحاجه لها. وهيدي شفتها كثير عندي بالعياده، ناس ياخذوا مكملات عشوائيا، يعملوا فحص دم يطلع انه كثير اعلى من المعدل مثلا فيتامينات البي 12 والبي 6. هول كلهم بدنا ننتبه لهم كمان. اذا بدنا ناخذ مكملات غذائيه ناخذ مكملات غذائيه فيها نسب واطيه مش كثير عاليه، ونحاول انه ما نضلنا كل السنه عم ناخذ مكملات، نعمل مثل كور لفتره ونوقف. ونتكون اكيدين قبل ما ناخذ هالمكملات انه نحن عن جد عايزينهم ولا لا، لانه انا بعتقد اذا انتبهنا على اكلنا نحن منا بحاجه لهالكميات اللي كثير عاليه. اكيد في اشخاص بحاجه لمكملات، هو لاشخاص مش هن لوحدهم عم بيقرروا ياخذوا، ولكن معظم الناس مش بحاجه لهالكميات الهائله. طيب نحن اذا ما عملنا فحوصات في شيء اشارات بالجسم بتقلنا انه نحن بحاجه لمكمل غذائي معين او لفيتامين معين؟ هلا في اشاير، في نوع من يعني فينا نقدر نعرف نشخص اذا في شخص اذا هالانسان عنده ايه ولا لا نقص. بس المشكله بالعوارض، عوارض النقص للنقص بالفيتامينات كثير متشابكه، يعني ما فينا نكون اكيدين 100%. دونك ما فينا نعرف انه يمكن هر الشعر، اوكي شخص عم بهر شعره عنده نقص بالحديد، بس مش بالضروره انه هيدا يكون السبب، في غير اسباب. مشان هيك ما لازم، حتى اذا بنفكر انه نعرف شو هي الأشاير ما لازم نتكل عليها. أفضل أنه دايما يكون في مع هالأشاير هاي تشخيص صحيح، اللي هو أكيد إن كان فحوصات دم أو تشخيص طبيب أو حتى اختصاصية التغذية إذا عم نحكي عن أكيد التغذية. ننتقل لسؤال جديد. السؤال الثاني هو عن شاب عم بيسأل أنه بيعمل رياضة، وهيدا دايما هالسؤال دايما بيتكرر. عم بيعمل رياضة لأنه بيهمه أنه يزيد وزنه. بنعرف انه الاشخاص اللي بيكون وزنها واطي خاصه الشباب بيعانوا من يعني وزن ضعيف، وبيهمهم انه يعلوا الكتله العضليه عندهم ويزيد وزنهم. عم بياخذ كرياتين وعم بياخذ غير مكملات كمان بتزيد المصل ماس، ما راح نفوت بتفاصيلها. واللي لافت بسؤاله انه اللي وصف له هالشيء هو منه متخصص بالتغذيه. دونك انا بدي مرق مساج من خلال هالمساج ورح جاوب على سؤاله كيف في زيد من الكتله العضليه تبعيته، انه ما ناخذ مكملات غذائيه عشوائيا، خاصه اذا نحن بهمنا انه يزيد وزننا. لانه اول شيء اللي بده يزيد الكتله العضليه هو الرياضه،
أول شيء، وثاني شيء كيف عم نقسم البروتينات بنهارنا خلال نهارنا قبل السبور بعد السبور. وهون اختصاصية التغذية اللي متخصصة بسبورتس نيوتريشن، وما بعرف إذا كل الأشخاص بيعرفوا هالشيء إنه في دايتيشنز متخصصة بالرياضة هي بتعرف قد ايه كمية البروتينات، ونحن مش بالضرورة نكون بحاجة لهالكميات أو لهالأنواع من المكملات. منا مكملات، هي اكثر يعني مواد بتنعطى، والدراسات ما فرجت قد ايه افيكاس للكتله العضليه غير عند السبورتيف، وفي معايير معينه دونك ما نفوت فيهم. اكيد افضل الاكل بيقدر يعطينا كميه بروتينات كافيه، دونك خلينا اذا بدنا نزيد الكتله العضليه، وعم جاوب على السؤال، لازم اول شيء كيف نعمل رياضة بانتظام، نعرف شو الرياضة اللي عم نعملها، وناخد بروتينات من بعد الرياضة. مش بالضرورة يكونوا هالشيكس اللي ممكن انه يأثروا سلبا على صحتنا، خاصة انه ممكن يحتوى على مواد انابوليزان يضروا الصحة بدل ما يفيدوها. دونك خلينا ناخد البروتينات من الأكل، ونسأل متخصصين بالتغذية الرياضيين قد ايه الكمية اللي فينا ناخدها من بعد الرياضة حسب كل كا يعني. 100%. خلينا ناخد معنا اتصال ناتالي. ألو. ألو. بونجور. بونجور. بدي أحكي مع مدام ناتالي. نعم. تفضلي. مرحبا. أوكي مرحبا. مدام ناتالي، أنا كثير بصير عندي كرامبات، اكثر شيء بإجري كثير كرومبيت، وخصوصا بالليل. نعم. عم باخذ مانيزيوم، وصار لي زمان عم باخذ. نعم. شو القصه؟ سؤالك تقدر جاوب عليك. بدي اشوف اول شيء قد عمرك، عم تاخذي ادويه معينه؟ عمري 67 عام. نعم. وصار لي زمان، انا كنت سبورتيف كانت. نعم. وهيك اللي من اوقات اتعب كثير مثلا بالنهار بعمل سبورت، كثير عم بيعمل كرامبات كثير. اوكي، هلا بتاخذي ادويه شيء معينه؟ ايه باخذ، عندي سكري، باخذ دواء سكري وهيك، وباخذ اوقات كالسيوم وهيك، عرفتي؟ هيك بس انه ما في شيء كتر خير الله. ايه هلا الاسباب الكرامبات عديده. هلا صحيح انه المغنيسيوم هي من اسباب يعني هالعوارض اللي عم بتحس فيها. كمان ممكن يكون ناقصها بوتاسيوم، يمكن يكون خاصة في بعض الأدوية ممكن أنه تأثر على هالعوارض اللي عم بتحس فيها. هلأ لازم يمكن تشوف مع الدواء الأدوية اللي عم تاخدها إذا في أدوية ممكن أنه تخليها يصير عندها هالكرامبيت هاي، ويمكن نظام الغذائي منه صحيح، يمكن ناقصها بوتاسيوم. أنا ما فيني جاوبها هلأ، بدها دراسة أكثر لهالحالة يعني. صح. ولكل شخص يعني تنقدر نعرف شو سبب. صحيح. مرسي ناتالي. مرسي. لكن رح نبقى نشوف حلقات لاحقه كمان. صح. جاوبي على اسئله المشاهدين. مزبوط. من هيك لازم يعني كل حدا عنده سؤال يبعثه على الفيسبوك والانستغرام بيج الخاصين بناتالي. ميرسي. ميرسي. ومنشوف فيك على راد الاسبوع الجاي. بريك ومنرجع.